عقدت الامانه العامه للقطاع الاجتماعي والاداره الصحيه والمساعدات الانسانيه بجامعه الدول العربيه مؤتمرا صحفيا حول الاوضاع الانسانيه في المنطقه العربيه لا سيما الزلزال الذي ضرب المغرب والاعصار الذي ضرب ليبيا واكد المشاركون تضامنهم مع الاشقاء جراء هذه الاحداث مثمنين الجهود للدول العربيه في تقديم المساعدات المختلفه واغاثه المنكوبين في البلدين.